He's a young American writer. I thought you two should know each other. I'm glad you're here. You can help decide which of us is right and which of us is wrong. I was just telling Pablo that this portrait doesn't capture Adriana. It has a universality, but no objectivity. Non, 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 vous ne le comprenez pas correctement. Vous connaissez pas Adriana. Regardez, regardez les mouvements, le tableau. C'est exactement ce qu'il la représente. Non, tu n'as pas raison. Look how he's done her. Dripping with sexual innuendo, carnal to the point of smoldering. And yes, she's beautiful, but it's a subtle beauty, an implied sensuality. I mean, what is your first impression of Adriana? Exceptionally lovely. Belle, mais plus subtil, plus implicite, Pablo. Yes, you're right, Miss Dye. Of course, sir. You can see why he's lost all objectivity. He's made a creature of Place Pigalle, a whore with volcanic appetites. No, no, c'est ce qu'elle est vraiment, si vous la connaissiez. Yes, avec toi. Amir. خير. أنا ما راح أحضر الفيلم ومضطرة أطلع. شو صار هلا؟ ماما نزل ضغطة شوي. ما فيني أتركك لحالك، فتون جاي معي. شو هالحكي؟ ما في شي مهم كتير، أنا عم كبر القصة، بعدين ما بيصير تترك بتول لوحدها، خلص هي اشتريت التذاكر. Per Picasso. If I'm not mistaken, he painted this marvelous portrait of this French mistress that we pursued in the 20s. Paul, I'm gonna have to differ with you on this one. Really? Yeah, yeah. Just pay attention. You might learn something. Well, if I'm not mistaken, Paris just a costume for someone in the theater. I'm pretty sure she had an affair with one of the Rock, which is how Paul Picasso. Of course, what you don't شو صار يا فتون؟ مسكت له ايده لأمير، قام هرب وتركني لحالي وحيدة. متخيلة هالموقف اللي حاطني فيه؟ لا، وهرب وما سأل عني بالمرة. مسكتي ايده هيك من دون ما تقولي له؟ شو بدك يعني اعمل؟ اخذ اذن بالاول؟ هلا اكيد ما رح تستأذني، ما بعرف، بس هو اكيد بيكون تفاجأ وانصدم من تصرفك. عم حط حالي بنفس الموقف، يمكن كنت عملت نفس الشيء. هيك بتساوي؟ كلي معي. لا لا، هرب مني، متأكدة هرب. ليش يا ربي هيك صار؟ ليش ما بيحبني مثل ما بحبه؟ ليش؟ تخيلي يا فتون، مسكت له ايده وهرب وراح، مو سهلة. راح وما سأل عن مشاعري بنوم. أكلنا حلو كتير، بتور هلأ منسمن. ايه منسمن، بدي أكل، مو فارقة معي. تمام حبيبتي، اهدي وروقي شوي، كرمالي لا بقى تأكلي غير هي. عم تتخيلي شو يا فتون؟ تركني بالسينما هيك لوحدي قاعدة وحمل حاله وراح. تتخيلي؟ لو تعرفي شو صار معي بتول، مفكرة عم احكي مع مجد طلع اياد، رحت ولقيته بوشي. كيف؟ مستحيل، مو ظابطة. نسيتيني كل وجعي بهالخبر، شلون بيعمل هيك يا فتون؟ هذا مو كل شي كمان. شوفي لسه بيعرف اني معجبة بمجد وبحبه. كيف؟ مو معقول، عن جد صدمة ورا صدمة. يلا كلي. بما انه عرف اكيد رح يخبره. لا تقولي، يا معقول يحكي له عني؟ وليش ما يحكي؟ لانه وعدني انه ما رح يخبره. وانت متاكده فتون؟ لا، اذا خبره ما رح اقدر اطلع بوشه بحياتي. لازم تسبقيه وتخبريه عن مشاعرك. كيف؟ انت جنيتي شيء؟ مستحيل اعترف له بمشاعري، مو ظابطه معي ابدا، وما بعرف شو بدي اقول لاني كثير بخجل. مستحيل، ما رح اقدر خبره. برأيي لازم نلاقي حل ليعرف اخي قبل ما يحكي اياد. خلص الصحن. وقفي شوي، رح جدد الصحن. بدي من هي ومن هي لو سمحت. فيني اكتب ملاحظة قبل ما ابعتها؟ اكيد، هي ورقة اكتب يلي بدك. شكرا لك. شكرا، يعطيك العافية. و
وأنا كمان بدي أبعت هدية لو سمحت. تكرمي شو بتحبي حط لك؟ شوي من هاي ومن هاي وحط لي هدول كلهم. على عيني. بتقدر توصل لي إياهم لوين ما بدي؟ شي أكيد. ممتاز، بس بدي ورقة لأكتب عليها العنوان لو سمحت. طبعا. شكرا لك. أهلا وسهلا.